حياكم الله مع مركز الهداية للتعريف بالإسلام. هذا المركز التابع لجمعية إحياء التراث راح ينطلق معاكم في بادرة جديدة يوم الأحد تاريخ 27/5 بإذن الله في مسجد مريم العتيجي بالأندلس قطعة 6. بعد صلاة التراويح مباشرة راح نكون موجودين هناك احنا معاكم. دعوة للجاليات، دعوة للخدم الموجودين عندنا بالبيوت، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ما عندنا مشكلة، راح نقيم لهم فعاليات، راح نقيم لهم محاضرات وندوات، وهناك جوائز وهناك مبادرات وتوزيع بروشورات. فلذلك يجيب الخادم عندنا وتطمن وخله يستمتع ومع المجموعة اللي معه، وخله ياخذ راحته وخله يتعرف على الموجودين، وخلي يحن قلبه على أخوانه المسلمين اللي موجودين معه في هذه المبادرة بإذن الله. راح نلتقيكم يوم الأحد، حاولوا تفضلوا خدمكم في هذا اليوم كمكافأة لهم على جهودهم التي تقدم طوال هذا الشهر المبارك.